يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الحد الشرعي الذي يباح للرجل أن ينظر إليه من محارمه النساء؟ ما ليس فيه فتنة، ينظر إلى محارمه من النساء إلى ما ليس فيه فتنة، كالوجه واليدين والقدمين والرأس، الذي ليس فيه فتنة، ولا ينظر إلى الصدر وإلى الثديين وإلى العضدين والذراعين، لا ينظر إلى هذه الأشياء لأن فيها فتنة. نعم.